بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اطلبوا الرب يا جميع بائس الأرض الذين فعلوا حكمه، اطلبوا البر، اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. معاكم سرية. أنا شفت المسيح كتير. النهاردة الجزء 44 سفر صفانيا، وصفانيا يعني ربنا يستر. أول ما شفت الرؤية اللي هحكي ليكم عليها النهاردة لقيت نفسي بقول يا رب أستر علينا بستر إيديك، أستر على ولادك وشعبك، أسترنا وغطينا بدمك الثمين. ولما كنت منتظرة إن ربنا هيقول لي نتكلم عن إيه النهاردة لقيته بيقول صفانيا. أنا عارفة وزيكم كلكم إن ربنا بيحب الإنسان صنيعة إيديه، وبيحب كل البشرية ومشغول بكل إنسان بصفة شخصية، وعايز يقيم من البشرية أيقونة حية للقدوس يجهزها علشان تتمتع بالشركة في الأمجاد الأبدية وتنعم بالأفراح السماوية. الأيقونة دي مش هتتحقق فينا إلا بتنقية الإناء وتقديسه. إنائي أي حياة القداسة اللي طريقها التوبة والرجوع للقدوس، هو ده هدف الكتاب المقدس كله، هدف الخلاص الإلهي وهدف سفر صفانيا. الله بكونه الإله القدوس الغيور هو يؤدب لكي يقدس حتى لا يخلط الإنسان بشركته مع الله وشركته مع الشر، وربنا القدوس مستحيل يقبل الشركة مع الشر. ربنا بيفرح لما يشوف الناس مقدسين نفسهم ليه وقلوبهم واسعة ومتحملين بعضهم في محبة صادقة، وبيسبحوا بجسد منضبط وعقل حكيم بقلوب نقية وروح مستقيم، بيسبحوا بروح واحد. لما ربنا قال لي صفانيا حسيت إنه بيكمل تحذيره لينا، وقلبه موجوع وحزين علينا. الله رحيم وعطوف، لكن عندما يتم تجاهل كل تحذيراته فإن دينونته أمر مؤكد لأنه قدوس، واللي كان بيحصل زمان بيتكرر تاني النهاردة، ومازال ربنا لسه فاتح لينا دراعاته وبينادي علينا ومستنينا. عندنا في العهد القديم الأنبياء الكبار وعددهم 4، اسمهم الأنبياء الكبار لكبر حجم نبوتهم المكتوبة. أشعياء معنى اسم الرب يخلص، أرميا معناه الرب يؤسس أو الرب يثبت، حزقيال معناه الله يقوي، ودانيال ومعنى اسمه الله يدين أو الله يقضي. يعني ربنا بعد ما خلصنا وأسس وثبت ملكوته جوه قلوبنا وقوانا بالروح القدس روح القداسة والقوة، هيجي تاني ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد وواحد بحسب أعماله. عندنا في العهد القديم كمان الأنبياء الصغار وعددهم 12، اسمهم الأنبياء الصغار لصغر حجم نبوتهم المكتوبة، وبنقسمهم 4 مجموعات في 3. الأول يونان وعاموس وهوشع، ودول أنبياء المملكة الشمالية. حبقوق، يوئيل وصفانيا، ودول أنبياء المملكة الجنوبية. عبديا، ميخا ونحوم، ودول طبيعهم القضاء على الأمم. حجاي وزكريا وملاخي، وخدموا الشعب الراجع من السبي، واللي رجعوا من سبي بابل كانوا يهوذا المملكة الجنوبية، لأن المملكة الشمالية ما رجعوش لحد أيامنا دلوقتي. سفر صفانيا. كاتب السفر صفانيا بن كوشي بن جدليا بن أمارية بن حزقية، وصفانيا يعني ربنا يسترني ويحميني ويخبيني. بن كوشي، كوش دي جنوب مصر. المعنى الروحي إن الإنسان ما يقدرش يغير جلده ولونه، لكن يقدر يغير جواه وسلوكه. جدليا معناها يهوى عظيم، أي إله العهد عظيم. أمرية أي قال الله أمر. الرب قوة، ده حزقية، أو الرب قوة. أنا صفانيا وبعترف عني وعن الشعب كله أنا الخاطئ الساكن في خيام قدار السودة المليان خطايا وذنوب، لكن إله العهد العظيم هو الله
قال وأمر إنه يسترني ويقويني ويخبيني في يوم الشر، ولما يأدبني ينقيني. وصفانيا كان من نسل بلوكي، من نسل حزقي الملك، وبكونه من السلالة الملكية يعرف ما قد حل بالقصر الملكي من خطايا وأثام، فكان في مركز يسمح له بالحديث معاهم عن أخطائهم وبصراحة. الإصحاح الأول، كلمة الرب اللي صارت لصفانيا في أيام يوشيا بن أمون ملك يهوذا. يوشيا يعني الله يشفي، بن أمون الأمين، ملك يهوذا ملك الحمد والاعتراف. أنا عايش في ظل وستر وحماية إلهي العظيم، إله العهد العظيم الشافي الأمين. أقدم له الحمد والشكر بالشفاء، أتوسل إليه أنه يرحمنا ويتحنن علينا، وأعترف أمام شعبه بكلمته ورسالته. هيتكلم صفانيا في السفر عن يوم الرب وقضاء الرب، وربنا لما ينتقم ويقضي، هو ينتقم ويقضي على الشر، وفي نفس الوقت يخبي شعبه لحد ما يعبر الشر ويعدي، وفي نفس الوقت ينقي ويمحص ويحفظ شعبه ويجهزه للبركات الآتية. دايما في تتميم للقضاء قريب وبعيد في النبوات. القضاء القريب كان في وقت صفانيا نفسه، هو القضاء على مملكة يهوذا بسبب خطاياها وشرها عن طريق ملك بابل اللي جه ودمرها. والتتميم البعيد في الزمن الضيقة العظيمة، عندما يأتي الأعداء ويحطموا أورشليم وتكون مسرح للأحداث والحروب في حرب هرمجدون ويهوشافاط وملك الشمال روسيا وكل الأحداث اللي حكينا عليها في الأجزاء اللي فاتت. وفي الوقت الصعب قوي ربنا هيحتضن شعبه، وده معنى اسم حبقوق، لحد ما يظهر الرب ويقضي على الأعداء ويرد هذا الشعب ليه. طب زمن النبوة كانت أيام الملك يوشيا من سنة 640 لحد سنة 625 قبل الميلاد، وإن السفر سجله صفانيا في أواخر هذه الفترة حوالي سنة 620 قبل الميلاد. طب إيه هدف السفر ده؟ في ثلاث أهداف واضحة في السفر. مملكة يهوذا كانت في مرحلة وحشة جدا من الخطية والفساد، ما عدا بقية قليلة فضلت متمسكة بربنا، وكمان الشعوب اللي حواليهم كانوا أسوأ منه، لكن الله يسود على الكل ويوبخهم على شرهم وعبادتهم للأصنام، ويواجه رؤساء وقادة يهوذا فسادهم وشرهم، والقضاء جاي للكل. تاني حاجة، في يوم الدينونة ربنا هيعاقب الأشرار ويتبرر الأبرار ويعلن عن قرب مجيء يوم الضيقة العظيمة. تلاتة، الله يبارك التائبين واللي واثقين فيه، ويعلن ليهم إن في قيام أورشليم الجديدة بعد العودة من السبي وبعد الضيقة العظيمة. بيفهمنا إن ربنا قاضي عادل لا يسمح بالخطية. إذا رفض الإنسان الإنذارات ربنا سيأتي بتأديب قوي، إذن لازم التوبة. التأديب مش هدفه الإهلاك، لكن التنقية والتجهيز للسماء والاتحاد بالله القدوس. طب ظروف كتابة السفر، يوشيا الملك حاول يعمل نهضة روحية بعد فترة فساد كبيرة جدا، وملوك كانوا وحشين زي منسى وأمون اللي كانوا بعد حزقية الملك، وحزقية الملك كان كويس وفعلا قال للشعب يزيلوا الآلهة الغريبة ويرجعوا لعبادة ربنا والخدمة في الهيكل تاني ورمم الهيكل، لكن للأسف الشعب كان غرقان في الخطية، لم يستمر في توبة حقيقية، بل فرح بمنظر خارجي لفترة قصيرة وعاد للشر، ما عدا بقية قليلة جدا فضلت متمسكة بربنا، والشعب كمان اللي كان حواليهم كانوا في مرحلة أسوأ. يوشيا الملك نفسه مات في الحرب مع بابل، كل ده واتنبأ عنه صفانيا قبل ما يحصل ليهم بسنين. علشان كده قال ربنا نزعا أنزع الكل عن وجه الأرض، يقول الرب، أنزع الإنسان والحيوان، أنزع طيور السماء وسمك البحر والمعاثر مع الأشرار، وأقطع الإنسان عن وجه الأرض، يقول الرب، وأمد يدي على يهوذا وعلى كل سكان أورشليم، وأقطع من هذا المكان بقية البعل اسم الكماريم يعني كهنة الأصنام مع الكهنة والساجدين على السطوح لجند السماء،
والساجدين الحالفين بالرب والحالفين بملكوم. ملكوم ده الإله، إله العمونيين، وبيسموه كمان ملوك أو مولك، وهو اسم سامي معناه ملكهم، وكانوا بيقدموا له الأطفال محروقات، وخاصة في منطقة اسمها توفا ومعناها حفرة النار في الأرامية. كنا مع المملكة الشمالية في الجزء اللي فات وشفنا حفرة مجاري، والنهاردة الحفرة من نار. لكن غضب ربنا أصعب. ليه؟ لما يعلم ويفهم ويتعب ويطبطب وبرضه بيستهينوا بيه. ربنا أنظر المملكة الشمالية ويستهينوا بإنذاراته، وجاءت مملكة أشور وسابتهم، يعني استعبدتهم. ومملكة يهوذا كانوا عارفين وما تعلموش من غيرهم، وكانوا فاكرين إن عندهم طقوس وهيكل هيحميهم، ولم يتوبوا بل عبدوا ربنا وكمان البعل في نفس الوقت، استهانوا بالقدوس العادل. في تعبير صعب في سفر صفانيا: وأمد يدي على يهوذا. يد الله الممدودة لزراعتنا وتثبيتنا في الكرمة الحقيقية هي نفس اليد النزع الأشرار. يد الله الممدودة بالخير والبركات، بالإحسان والنعمة للأبرار، وعنده استعداد يخلص أشر الأشرار. ده لو الشرير أراد ومد هو كمان إيده ورفعها في طلب ربنا. لكن هتكون إيد ربنا على الذين لم يتجاوبوا معه هتكون للخراب والدمار في يوم القضاء. ومع من لا يتجاوب مع النعمة له النقمة، ومن ليس له الخلاص له القصاص. العجيب يقول ربنا هدايق الناس وتبقى حياتهم مرار، هيشوفوا ربنا المخوف المهوب الجبار والمنتقم، ويبقى بدلا زرعا أزرع هتبقى نزعا أنزع، ويكون القضاء شامل. أنت هتكون مزروع لما تقبل المسيح وعمل النعمة، أو منزوع إذا رفضت ربنا، وربنا بيعرف إزاي يمسح الشرير عن وجه الأرض. ابعد عن إنك تضايق ربنا، لأننا إحنا اللي بنفتح أبواب الشر على نفسينا. ويل وويل للإنسان من يوم سخط وغضب الله، هيطلبوا الموت ومش هيلاقوه. نزعا أنزع الكل عن وجه الأرض يقول الرب. بيتكلم في الإصحاح الأول في سفر صفانيا عن فئات بتهددهم الدينونة. الدينونة هتكون على فئة عبدة الأوثان، دي واحد اللي أدخلت عبادة البعل. كانت الملكة إيزابيل الشريرة زوجة الملك أخاب وابنة ملك سور في أيام إيليا النبي، وأدخلت في مملكة يهوذا كهنة الكماريم وهم كهنة الأوثان، والشعب عبد الصنم ملكوم أو مولك إله بني عموم اللي بيتقدم ليه الأطفال ذبايح. وإحنا أحيانا بنعبد المال أو الزيت أو الأكل. ما هو بولس الرسول قال لأهل فيليبي: الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. الفئة الثانية فئة من يعرج بين الفرقتين المرائين، بيعبدوا ربنا والبعل في نفس الوقت، يعني معاهم معاهم وعليهم عليهم. زي النهاردة يلبسوا ثوب التقوى ويمشوا يقروا الفنجان ويفتحوا الكوتشينة ويشوفوا الأبراج ويقولوا ده علم، وعلم النجوم والحظ، حظك اليوم وهكذا، فاكرين إنهم مسيحيين. الفئة ثلاثة هم فئة المرتدين، من يرتد عن الرب بيبقى زي كلب قد عاد إلى قيئه، وخنزيرة مغتسلة إلى مرعات الحمقى في رسالة بطرس الرسول. الفئة الرابعة المتهاونين بربنا وكلامه وبوصاياه. الفئة الخامسة فئة الرؤساء وبني الملك، ربنا هيعاقبهم لأنهم انصرفوا عن الله. اللي كان المفروض يكونوا قدوة للشعب صاروا عثرة لهم. الفئة السادسة في الدينونة فئة جميع اللابسين لباسا غريبا، فيه لباس العرس، لباس المعمودية لابس المسيح، رداء البر وثياب الخلاص. واللي ما يعرفش البر والخلاص بيسوع المسيح هو لابس رداء غريب عن السماء والملكوت. أين لباس العرس؟
وكان كمان للشعب الله في العهد القديم ثياب خاصة، كان للكاهن وللشعب ثياب وقار وقداسة. وأحيانا إحنا النهاردة فقدنا ثياب التقوى والوقار والحشمة والاحترام للنساء، وشبهنا أهل العالم وحتى جوه الكنائس أحيانا وفي الأفراح، وده برضو من مظاهر الأيام الأخيرة. الخادم في الكنيسة مش عايز يزعل حد، أصله هيقوله للأسقف، وأصبح الناس والأسقف أهم من ربنا عنده وأهم من الحق، أو أصبحت ذاتي ونفسي أهم من ربنا لحسن الناس تزعل مني. ولما نكلم حد جوه الكنيسة تعالوا شوفوا الردود بعدم الاحترام والعناد. فين أسلوب الحياة الجميلة؟ أين المرأة الفاضلة اللي تمنها يفوق اللآلئ؟ تبسط كفيها للفقير وتمد يدها للمسكين، العز والبهاء لباسها، وتضحك على الزمن الآتي وتفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف. المرأة المتقية الرب تمدح. فين لباس العز والبهاء؟ فين المجد والكرامة وأعمال البر والصلاح في أسلوب حياتنا؟ وربنا لسه عمال يدينا إنذارات وإحنا لسه بنتجاهل إنذاراته بكل أسف. الفئة 7، فئة الذين يقفزون من فوق العتبة، يعني بينطوا فوق العتبة، الذين يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا. في معاني للقفز فوق العتبة، ويقصد به اعتداء الإنسان على حقوق قريبه بالعنف، أو مش بالعنف، بالخداع والظلم واغتصاب حقوق الأرملة والفقراء واليتامى باحثين عن مال الظلم إلههم، ومن أجل المال بيبيع كل القيم والمبادئ ويضرب بالضمير عرض الحائط. وقال لنا ربنا أن الطمع هو من مظاهر أواخر الأيام. وممكن يقصد كمان الصاعدين على درجات الهيكل في تشامخ وكبرياء. توبة للمؤمن الذي يحفظ نفسه من هذا الروح الشرير، روح الطمع والاكتفاء والرضا بحقه بالقليل، وربنا يبارك له. ويركز الكتاب المقدس في حوادث حدثت في الهيكل للإله داجون. في سفر صمويل الأول إصحاح 5، أخذ الفلسطينيون تابوت الله وأتوا به من حجر المعونة لأشدود، وأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأدخلوه إلى بيت داجون وأقاموه بقرب داجون، وبقر الأشدوديين في الغد، وإذا بداجون ساقط على وجهه للأرض أمام تابوت العهد. أخدوا داجون وراحوا موقفينه تاني في مكانه. بكروا في اليوم اللي بعده، وإذا بداجون ساقط على وجهه على الأرض أمام تابوت الرب، ورأس داجون وإيده مقطوعة على العتبة بإبدن السمكة فقط. لذلك لا يدوس كهنة داجون وجميع الداخلين إلى بيت داجون على عتبة داجون في أشدود. يعني لما بيجوا عند العتبة في هيكل داجون هم بينطوا فوق العتبة وما بيحطوش رجليهم على العتبة من ساعة ما داجون وقع قدام تابوت العهد. داجون اسم كنعاني من داجان، معناها حنطة أو سمكة، وهو صنم نصه الأعلى إنسان ونصه الأسفل على شكل ديل سمكة. إن دخول رب المجد يسوع وقبوله في أعماقنا بيحطم داجون، ينزل بيه للأرض ويقطع راسه وإيده على العتبة كي نطئها تحت أقدامنا. لنتضع الآن ونتعلم إن إحنا نشتاق لربنا، تاركين الآلهة الغريبة تماما، تاركين الظلم والغش والإزدواجية. يعني ربنا وبس، ما ينفعش معاه لا العالم ولا نفسي وكبرياءها. يبقى ابعد عن الطمع، عن الكبرياء، عن الإزدواجية، عن عبادة الأوثان اللي هي العالم ونفسي. وفي هيكل الفلسطينيين لداجون كمان مات شبشون، وده معناه لا تواجه عدوك معتمد على قوتك الشخصية ولا تتعدى وصية ربنا. الله يقبل توبتك كمان لو في آخر نسمة في حياتك. الحاجة كمان، أخذوا راس شاول وعلق في هيكل داجون لما مات طبعا شاول. عبادتك لذاتك زي شاول تفقدك مكانك كملك لربنا وإبليس، ويقضي عليك كمان إبليس. الفئة 8 هي فئة المتربحين والمتاجرين بعمل ربنا. والويلو يا سكان مكتيش، لأن كل شعب كنعان باد، انقطع كل الحاملين الفضة.
مكتيش أي هاون يعني الهون بالمصري. مكان سفلي كان بالمدينة زي حفرة عميقة أشبه بالهاون، وهو اسم بينطبق على وادي سلوان بشكله المجوف. هذا الوادي هو بين صهيون وجبل الزيتون في أقصى الجانب الشرقي من جبل المرية، حيث يقطن التجار، ربما كانت بجوار باب السمك. صار شعبها مطحون كما يطحن القمح أو الدواء في الهاون، أو بيستوي زي اللحمة، وده في سفر حزقيال يشبهها بالقدر التي يوضع فيها اللحم للطبيخ، يعني زي استاد الكرة اللي احنا شفناه الجزء اللي فات، أو زي اللحم المطحون في المية داخل القدر. وده غضب ربنا على الناس اللي بتتاجر بعمل الله، زي جحزي مثلا تلميذ إليشع النبي اللي ضرب بالبرص عقابا لما كان منه من طمع وكذب، وأخذ الفضة والذهب عن شفاء نعمان السرياني وأخفاه لنفسه. ده كان في سفر الملوك الثاني 4. في كمان التربح المعنوي من عمل ربنا لأخذ مجد الله لنفسه أيضا، وفي كمان اللي بيستغل أولاد الله لنفسه والقرايبه وخاصته الشخصية، ودول غضب ربنا عليهم كبير وبيحذرهم. قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا. إنه القضاء، اتكررت هذه الكلمة في سفر صفانيا، والكلمات اللي جاية دي 7 مرات كل واحدة منهم، يوم الغضب، الغضب أو السخط أو الحب. واتكررت كلمة الخراب 9 مرات، وكلمة ذلك اليوم 13 مرة. قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا، صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار مرا. ربنا طويل الأناه ومنتظر رجوعنا، لكن الأيام بتعدي بسرعة. ذلك اليوم يوم سخط، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام، يوم سحاب وضباب، يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيعة، وأضايق الناس فيمشون كالعمي لأنهم أخطأوا إلى الرب، فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجلة. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب، بل بنار غيرته تؤكل الأرض كلها. ربنا كمان في الدقيقة العظيمة، ربنا هيمسح الأرض مسحا ليطهر الأرض تماما من شر الإنسان اللي استفحل وأصبحوا في فجور. يصرخ حينئذ الجبار مرا. في سفر صفانيا الإصحاح الثاني، سفر صفانيا الإصحاح الثاني فيه نداء ودعوة للشعب بالتوبة، فيه محاكمة فلسطين ومحاكمة مئواب وعمون ومحاكمة كوش ومحاكمة أشور. إحنا هنقف لحد محاكمة فلسطين وإن شاء الله نكمل المرة الجاية. في الإصحاح الثاني بينادي صفانيا الشعب للتوبة، تجمعي واجتمعي أيتها الأمة غير المستحية قبل ولادة القضاء كالعصافة عبر اليوم، قبل أن يأتي عليكم حمو غضب الرب، قبل أن يأتي عليكم يوم سخط الرب. اطلبوا الرب يا جميع بائس الأرض الذين فعلوا حكمه، اطلبوا البر، اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. نداء للوحدة، ومش كل واحد ماشي بهواه بكبرياء قلبه ففقدوا الهدف الجماعي، لأن الخطية بتحول المجتمع كما إلى عصافة تبدد الكل وتبع طرهم، تخليهم زي القش من أي هوا تير كالعصافة التي تزريها الريح، إنه يتبع طر هنا وهناك وليس له أي موضع يستقر فيه، حيثما يجرفه الريح تتبدد قوته. هكذا هو الشرير، ترسله نسمات إبليس كما يشاء إبليس وملاك الرب داحرهم، يدعوهم لكي يجتمعوا بروح الوداعة، يسألوه البر والتواضع، يلتمسوا رحمته بالتوبة، فإن الظلم الحال عليهم لن يبررهم في يوم سخط الرب إلا لما يرجعوا ليه بكل قلوبهم عشان يبقوا موضوع سرور إلهنا العظيم. وقد عد زمن النعمة كالعصافة سريعاً، ويدعون الرب للوحدة بين الكنائس لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. يسترنا دايما دم المسيح، ومن غير كفارة المسيح ما فيش ستر لينا، دم سر نار من حوالينا يسترنا ويحمينا من كل شر. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب،
لكي يفيض علينا بنعمته ويرحمنا. وهكذا ليس لنا ملجأ من غضب الرب إلا الهروب إليه والاحتماء فيه. هلما يا شعبي ادخل مخادعك، اغلق أبوابك خلفك، اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب، لأنه هو ذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب اسم سكان الأرض فيهم. وأول قضاء على الأمم في سفر صفانيا هي فلسطين. فلسطين بتمثل وترمز روحيا للمتدينين بالاسم، وزي مصر مثلا لما بترمز للعالم. لأن غزة تكون مطروقة وأشقلون للخراب، أشدود عند الظهيرة يطردونها وعقرون تستأصل. بيؤدب الرب أربع مدن فلسطينية هامة اللي هم عايشين في كبرياء وازدهار. غزة دي أول واحدة تكون متروكة في عزلة. غزة ده اسم فينيقي يعني القوة، وبالعبرية كذوبة أي بلا وجود. هتصير مدينة غزة متروكة أشبه ببرية جرداء ليس لها وجود ولا قوة. وأشقلون للخراب، معنى الاسم أشقلون وزن أو توازن، ومكانها اليوم هي مدينة عسقلان، واسم الآلهة الرئيسية اللي كانت فيها هو ديريكتو. وهذه المعبودة هي عبارة عن وجه إنسانة وجسم سمكة، وتعبر عن إنسان يعيش في ماء العالم. مهما كانت إغراءات العالم وقيمتك ووزنك وحكمتك، فأنت لا تساوي أمام الله إذا كنت تعبد الأوثان أو نفسك. أنت مخدوع وتصير مدينتك للخراب. المدينة الثالثة أشدود يطردونها عند الظهيرة. أشدود معناها قوة أو حصن، تطرد في وقت الظهيرة لأن هم كانوا بيناموا في وقت الظهر بسبب الحر، فبتعتبر فترة كسل وخمول. ومهما كنت قوية ومدينة حصينة، سقوطك سيكون سريعا بسبب روح الكسل. فإذا بدأ القتال في الصباح سرعان ما تسقطين عند الظهيرة. أربعة، مدينة عقرون تستأصل، وده اسم معناه استئصال أو عقر، يعني مدينة عاقر بدون ثمر، وكان يعبد فيها بعل زبوب، ده نسبة للذباب سيد الحشرات. هذا الإنسان ليس له ثمر وملوش غير إنه يستأصل ويموت بمبيد حشري. وفاكرين الذباب اللي بيعبر عن الإلحاد والارتداد. يتنبأ به هنا عن هذه المدن الأربعة الرئيسية، بيشير إلى ما يحل بالإنسان الأثيم غير التائب، زي المسيحي بالمظهر كالمرائين. وهذا الإنسان هيعاني من أربع حاجات: العزلة متروكا مهما كانت قوته، ومن الخراب حيث لا يسكنه البر الإلهي مهما كانت قيمته الاجتماعية ومكانته، يعاني من الرعب والكسل، عايش كطريد وملوش سند مهما كانت حصونه، وأخيرا يستأصل حيث تنتهي حياته بمصير عدو الخير نفسه، وما يعرفش طعم ثمر الروح القدس وهي نفس عقر. زي الإنسان اللي اتولد مسيحي ومسيحي بالاسم، لكن معرفش يعني إيه نمو روحي وخروج من مصر ودروس البرية وعبور الأردن والقيامة والصعود مع المسيح وحلول الروح القدس، ثم الحروب الروحية وإسقاط الذات والأنانية مع سقوط أسوار أريحة والميراث الروحي بتقسيم الأرض في كنعان إلى آخره، زي ما شفنا عن سفر الخروج والعدد ويشوع في الأجزاء اللي فاتت. إنسان مش عايش، يعني مش عايش مسيحي حقيقي، يعرف إزاي يبني هيكل جواه وكنيسة ويجاهد ويقتني فضايل ويعيش يسبح ربنا ويذبح ذبيحة الحمد ويتحد بالمسيح، سر القوة الداخلية الحقيقي والنعمة والنمو والوجود والثمار والاستقرار والراحة والنور والوحدة والمحبة لله وللإخوة. من غير كده احنا مش مسيحيين. ويل لسكان ساحل البحر أمة الكريتين، كلمة الرب عليكم يا كنعان أرض الفلسطينيين، إني أخربك بلا ساكن، ويكون ساحل البحر مرعى بأبار الرعاة وحظائر الغنم. سكان البحر أمة الكريتين هم الفلسطينيين، والفلسطينيين كان أصلهم مهاجرين من جزيرة كريت وجاءوا سكنوا على ساحل البحر، والبحر هو العالم المضطرب بالأمواج. لكن شعب المسيح اللي آمن بيه وسارة وراءه كراعي صالح نجي من هذا البحر وعاش على الساحل، وأعطاه الرب الراعي الحقيقي كنيسة
هي حظيرة للغنم، ورعاها أمناء يسقون من ماء الروح القدس يعني الأبار. بينا على الرؤية النهاردة. كنت راكبة العربية وبسوق وجنبي راكب ملاك بيوجهني أمشي إزاي، لأني كنت ماشية في صحراء وكنت بقابل بلاد، بس حاسة أن القلوب صخرية والأرض بور. وحتى لما يعني وصلت جنب استراحة على الطريق، المكان ما كانتش مريحة، زي ونفس طابع القهوة أو الاستراحة اللي أنا شفتها في وقت ضد المسيح اللي هي في رؤية في الجزء 37، وده بيعرفني الزمن إن إحنا في وقت ضد المسيح، وربنا بيحاول معايا إني أفهم ويفهمني. استمريت في السواقة لحد ما وصلنا لشاطئ بحر. الغريب إن الملاك قال لي أستمر في السواقة، افتكرت إني همشي على الشاطئ وجنب المية، لقيته بيشاور لي على البحر نفسه، يعني ادخلي في المية بالعربية. ابتسمت ودخلت من غير ولا كلمة، كنت متوقعة إن العربية هتمشي على المية، لكن ما حصلش. لقيت العربية بقت زي مركبة أو زي غواصة شفافة جوه المية. الأغرب لقيت ناس زي عايمة بطريقة انسيابية زي السمك، وفي تحت المية مباني ومقابر وناس تايهة وناس بتغرق وناس بتبكي. الحالة العامة حزن وبكاء وموت له رائحة كريهة، كأن العالم كله بقي تحت المية وغرقان، وكأن من غضب ربنا ادانا ظهره وشال ايده الممدودة بالستر. وزي في روح شريرة بتسيطر على العالم كله وبيحاول يغرق الأرض في مية البحر، وقعنا في حفرة ومحدش عارف يخرج منها. ظلام وقتام يعني في عمى بصيرة، الشدة والضيق يعني أمراض ومجاعات واضطهادات، خراب ودمار يعني حروب وصراعات وكوارث طبيعية، نوع من الفوضى العامة والتشويش بس على العالم كله، والعالم تحت المية تحت سيطرة إبليس. المفاجأة لقيت ناس من الخدام قدامي، ومنهم أعرفهم كويس بالنسبة لي، ناس كويسين جداً. قربت من حد منهم وكانت واحدة ست، كلمتها انها تيجي معايا وتخرج من البحر. ردت عليا هي مش لاقية ابنها وتاه منها ولازم تدور عليه ومش هترجع من غيره وخايفة انه يكون مات. رديت عليها لو قعدتي هنا ممكن انت كمان ما تعرفيش تخرجي من هنا. ردت ما اقدرش اسيب ابني حتى لو هموت معي، بس الابن ده عنده 30 سنة يعني مش طفل. المخلص الوحيد ربنا. هل ربنا قال لك دوري عليه هنا؟ هل من الحكمة أغرق نفسي بالطريقة دي وبدور في بحر عن أشف مهب الريح؟ ده إنسان مع الشيطان بكامل حريته. الصح أعمل زي القديسة مونيكا وابنها أغسطينوس، أطلب ربنا وصلي وأمسك في ربنا وهو هيتصرف أو يرشدني أعمل إيه؟ مش أثق في نفسي أكتر من ربنا وأرمي نفسي في بحر التهلكة. ده اللي أنا كنت عمالة أقوله. بجد قلبي وجعني في تحت متاهات صعبة، والناس عاملين زي المجانين أو مغيبين ومكتئبين وعمي البصيرة، وبيخبطوا في بعض بدون أي احترام حقيقي، غرقانين في بحر ملوش قرار. وربنا اللي خرق مشاعر الأمومة الجميلة دي، تفتكروا مشاعره هو على أولاده الغرقانين في بحر العالم وتاهين زي المجانين ومغيبين كده إيه؟ قد إيه محبة ربنا كبيرة، وإحنا اللي بننزل لإبليس في الدايرة بتاعته لوحدينا وبكامل إرادتنا، ومهما قلنا الفكرة عقيم. أنا مش بقلل من مشاعرها ولا تعبها، لكن لينا إله عظيم يعتمد عليه. طيب دي أم وابنها، بحذر هنا أي خادم يروح ورا بنت بهدف يخلصها، أو خادمة تروح ورا شاب لخلاصه، ده بيبقى فخ من إبليس وبيروح الخادم وما بيرجعش، وبدل الواحد التايه بيبقوا اتنين. المخلص الوحيد يسوع المسيح. لو أنت أخذت قوة الروح القدس للخدمة دي، اتحرك بالمسيح وإرشاده.
ثق في ربنا مش في نفسك، اترمي في حضن ربنا بالصلوات والضرعات وبثقة، هو هيتصرف أو يرشدك وما تتحركش لوحدك، اترمي على النعمة الإلهية. صلاتك مقتدرة كثيرة جدا في فعلها. عاطفة يا جماعة مع عقل عقيم هتغرق، وعقل مع عاطفة عقيمة هتغرق. لازم وزن الأمور والاتزان بحكمة. ده مثل من اللي شفته في البحر، وشفت واحدة تانية تجهد طفلها بدون ذنب، أصل الهانم عندها أطفال كفاية. ورغم كل اللي بنقوله والرسالة بتبقى واضحة جدا من ربنا، الإنسان عقيم بيتصرفوا وكأن ربنا مش شايف أو مش موجود، وهم عايزين ربنا في الوقت اللي هم عايزينه ومش عايزين ربنا في الوقت اللي هم مش عايزينه. فاكرين من حنية ربنا انه بيشتغل عندهم إله تحت الطلب، نسيوا ان ربنا عادل، وطالما انه حذر مرة واتنين قضاء وقريب جدا. بجد لقيت نفسي بقول ربنا يسترنا ويستر كل ولادنا، عايزين ستر ايديك يا رب. هل تعلم ان ابليس هيحاول يغرق العالم؟ هل المسيح هيسيبه؟ هل هيكون في فيضان او فيضانات او طوفان؟ هو ربنا مش وعد نوح انه مش هيغرق الارض بطوفان تاني؟ فين في الكتاب المقدس الكلام ده هيكون؟ نكمل سفر صفانيا ونعرف ايه البحر اللي بيغرق العالم المرة الجاية كمان بنعمة ربنا. اسهر يا ربي في نفوس عبيدك اسرارك الخفية، لنذوق اسرارك اعطنا مذاقا روحيا، القي فينا نعمتك واغسلنا من ادناس الخطية، افتح يا رب العيون لكي تراك ونرى الأبدية. اسمحوا لي أرفعك وسبحك وباركك، أشكرك يا إلهي العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 رب السباقوت، السماء والأرض مملوءتين من مجدك وكرامتك. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لك كل كرامة والسيادة والرئاسة والسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، لك كل شيء يا إلهي العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. آمين.